الشباب اليوم داز مزيان، كنا كونسونطريين وعازمين، كنا عارفين المقابله ما غاتكونش سهل، اننا غنلعبو كونتر واحد خاصم ديال الله دير لنا واحد التفكر، ما يمكنش لاعبين في الملعب ديالنا وفي الجمهور ديالنا ما يمكنش لينا اننا نتعادلو ولا نخسرو، دخلنا كونسونطريين، الحمد لله تأتى لينا داك الشيء اللي بغينا هو ثلاث نقاط. تنبغي نشكر الجماعه الوداديه اللي تتساندنا في اي ماتش رغم اننا مشاو لنا جوج ديال لي تيتر وباقي تيسجلونا ديما في ظهرنا، نتمنى ان شاء الله ان نلقاو غادي ماتش فار ماتش ونفرحوا هاد السنه ان شاء الله. وهذا ماتش ديال البطوله وصحاب تطوات، دابا ان شاء الله غيكون التركيز كله على هاد الماتش اللي جاي ديال لافريك، حيت كما تعرف جميع جوج ديال الماتشات على رجول، نتمنى ان شاء الله باش نمشيو ليه اننا نكونوا مكونسونطرين والنتيجه اللي تكون ايجابيه، باش في المقابله ديال العوده اننا نلعبوا بواحد الارتياح اللي كان جامع ديالنا. شكرا.